دستور في العالم ما ينجمش يكون نص كامل، ما ينجمش يكون يعني نص إيجابي على الوجه المطلق، لازم فيه إيجابيات وفيه سلبيات، والدستور متاعنا هذايا فيه إيجابيات وسلبيات. إذا كان تحبوا ندخلوا للموضوع هذايا من هذا الباب، يعني نشوفوا شنية الإيجابيات الكبرى متاعه وشنو هو السلبيات، ونحب نقول لك من توا اللي من بين السلبيات فما فصل صادق عليه اليوم الدستور، وأنا أرى فيه خطر كبير على مستقبل البلاد التونسية وعلى التربية القومية في تونس، هو الفصل 38 تو نرجعوا له بعد. وانا فوجئت يعني حقيقه بالمنعرج اللي خذاه الفصل هذايا، تو نقول لك علاش. النسق نتاعنا السياسي في المشهد العام هي ثورة، لازمنا نقدروا الأشياء اللي باش تأتي فيما بعد بالنسبة لك اللحظة هذيك اللي هي لحظة قوية رغم أنها قصيرة في الزمن ولكن ثقيلة في المدى متاعها والجذور متاعها الاجتماعية والرسالة متاعها. الرسالة متاع الثورة نعرفوها، هي رسالة ضد الاستبداد، رسالة نداء للحرية، نداء للمساواة، للعدالة الاجتماعية، للكرامة، كرامة الإنسان، لحقوق الإنسان، لدولة القانون والمؤسسات. نجيو اليوم مثلا المجلس الوطني التأسيسي صادق على فصل باش تسمح لي باش تقراه لك، تفضل سي، وهو الفصل 38 اللي تغير بالنسبة للفصل اللي كان موجود في غرة جوان 2013 مشروع جوان. تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله، وتسعى إلى توفير الإمكانيات الضرورية لتحقيق جودة التربية والتعليم والتكوين، كما تعمل على تجذير الثقافة الناشئة كما تعمل على تجذير الناشئة في هويتها العربية الإسلامية، وعلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها. كأننا في حاجة، احنا عندنا مشكل مع العربية، عندنا مشكل مع لغتنا، عندنا مشكل مع الهوية، عندنا مشكل مع الهوية العربية الإسلامية. المشكل هذا موجود في مخ، المشكل هذا موجود في مخ السيد اللي قدم التعديل هذا واللي صادق عليه المجلس، ما هوش موجود في المجتمع التونسي. ونسينا النصف الثاني متاعنا، الشطر الثاني متاع الجسد متاعنا، أين التقدم؟ أين قيم الحداثة؟ أين التفتح على المنظومات الثقافية الأخرى الأجنبية؟ أين اللغات الأجنبية في كل ذلك؟ يعني الفصل 38 كارثة اليوم، المصادقة هذه كارثة. علاش؟ على خاطر أغرقتنا في الانغلاق الذاتي والهوانية كما قلت سابقا. إذا كان نزيدوا مثل التنصيص هذا على ما هو موجود في التوطئة من انتمائنا إلى الحضارة العربية الإسلامية وإلى الأمة الإسلامية وإلى العروبة وكذا وكذا وكذا، ونزيدوا الفصل الأول ونزيدوا الفصل 38 هذايا اللي ياخو جانب اللي احنا ما عندناش فيه مشكل. المشكل كما قلت لك في ذهن الكتلة اللي قدمت التعديل هذا، يعني كأنها دعوة لرفض التقدم. أين قيم التقدم هنا؟ إذا كان احنا نحب نكون منصفين، عاود اقرأ لنا لابارتي هذيك سعيد. كما تعمل على تجذير الناشئة في هويتها العربية الإسلامية. علاش الناشئة متاعنا شبيها شبيها؟ شنو قاعدين نهودوا فيها؟ قاعدين نصروا فيها؟ قاعدين نغربوا فيها؟ ولذا المشكل هذا ماهوش موجود. أنا بالعكس، أنا اليوم نشوف اللي النظام التربوي متاعنا اليوم ياسر مركز على الهوية والعربية والتاريخ العربي الإسلامي إلى غير ذلك. ماناش منفتحين. خذ أي تلميذ وصل للبكالوريا، اسألوا على الحضارات الأخرى، على تاريخ الأمم الأخرى، على الحرب العالمية الثانية، على شكونوا فلان، شكونوا سنية سان، شكونوا غاندي، شكونوا حتى في الحضارة، بتلقاه ما يعرفش. علاش؟ على خاطر التعليم بتاعه كان عنده مصدر أحادي ومنبع أحادي مركز على الثقافة العربية الإسلامية. كي احنا نزيدوه في الدستور هذا، يعني نجعله فيه إلزام على الدولة
وإلزام وحده، لا نلقاو فيه التفتح على القيم نتاع الحداثة لا على التقدم، لا نذكروا العلوم التكنولوجيا. نجموا راو نقعدوا مئات السنين نصيحوا ونعيتوا على الهوية متاعنا والذاتية متاعنا العربية الإسلامية، نقعدوا مدام ما قمناش يعني بإصلاح الذهنيات نحو الإيمان بالتقدم والعلوم والتكنولوجيا والعلوم الصحيحة واللغات الأجنبية. نجم نقعد نصيح في الدساتير متاعنا مئات السنين، سنبقى دائما أمما متخلفة وتؤمن بالتخلف وتدعو إليه. هذا هو الاختار نتاع الفصل 38. والعجيب اللي الفصل 38 يعني باش يدخل تناقضات جديدة في الدستور. الدستور أنا كنت راضي عليه يعني كمواطن عادي وكخبير راضي عليه، شفت فيه دستور ديمقراطي تعددي يحمي الحريات، فيه محكمة دستورية، فيه دواليب دولة متوازنة إلى غير ذلك. بالتركيز هذايا اليوم العشية، بالتركيز هذايا على مسائل الهوية، أنا راء اليوم هذايا يوم 7 جانفي 2014 يوم أسود في تاريخ السياسي التونسي. وإن شاء الله إن شاء الله المؤسسين يكونوا واعين بهذا ويعدلوا شوية. ساعة أولا نحب نقول لهم اللي ما عندناش مشاكل احنا مع الهوية العربية الإسلامية متاعنا، نؤمن بها ونحبها وندافع عنها تلقائيا، مش لازم الدستور يقوله لنا، ما حاشناش بالدستور باش يعطينا توجيهات مثل هذه. وإذا كان باش نعملوا توجيهات لازمنا نعود للتوجيهات بنعدلوها بنداء وطلب نحو الحداثة والعلوم والتكنولوجيا والحضارات الحضارات غير الإسلامية وغير العربية والتفتح على اللغات الأجنبية إلى غير ذلك. وهذا الكل ما هوش موجود. هذا يعني نظرة أحدية، دعوة إلى الانغلاق الحضاري والانغلاق الثقافي. واضح سي الحبيب، دعوة إلى الانغلاق الحضاري والثقافي كما كان يفسر لنا الأستاذ عياض بن عاشور. تفضل.